في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض 5 أنواع من العصاير أو المشروبات الصحية، ومش معنى ان هي صحية تبقى مقتصرة بس على الناس اللي عاملة دايت او الناس اللي عاوزة تخس، لا، صحية يعني لينا كلنا، للكبار والصغيرين وكمان للأطفال. هندمج كام نوع كده من الفاكهة مع بعض، هيدينا في الآخر عصير طعمه حلو من غير ولا معلقة سكر. هنعتمد بس على السكر اللي موجود في الفاكهة، وكده هنستفيد من كل الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الفواكه دي من غير ما نضر جسمنا، خصوصا ان احنا داخلين على شهر رمضان فمحتاجين عصاير على الفطار او بعد الفطار، فما نبقاش دخلنا جسمنا كمية رهيبة من السكر بعد ساعة او ساعتين نحس ان احنا مجهدين ومفيش اي طاقة. هبتدي معاكم الاول بالمشروبات الاقتصادية اللي مكوناتها موجودة عند الناس كلها وسعرها مش غالي، وهنطلع واحدة واحدة بالتدريج. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وكمان اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تفعلوا الجرس اللي موجود تحت على اليمين عشان يوصل ليكم تنبيه باي وصفة جديدة هتنزل. اول واحد هنبدأ بيه هو الريد ماشين او المشروب الاحمر. اي فاكهة لونها احمر هنخلطها مع بعض عشان ناخد لون احمر صح، وكمان ناخد اكبر فايدة ممكنة. هنستخدم البنجر او الشمندر. المشروب ده بنصح بيه جدا الناس اللي عندها انيميا او فقر دم، جربوا تمشوا عليه كده الفترة وانتوا هتلاحظوا فرق رهيب بنفسكم، ده غير ان البنجر سعره رخيص ومتوفر معظم الوقت. هنخلط كمان مع البنجر شوية من الفراولة والعنب الاحمر والبطيخ. لو عندنا رمان هيبقى تحفة، ولو عايزين نعلي الفايدة بتاعته أكتر ممكن نضيف تفاح أحمر. وممكن جدا إن احنا نخلط البنجر مع نوع فاكهة واحد بس من دول، مش لازم نخلطهم كلهم مع بعض. أنا بديكوا أفكار علشان تقدروا تشوفوا إيه المتاح عندكم، وكمان عشان يبقى العصير فيه فايدة كاملة. علشان كمان نخلي العصير ده طعمه حلو ومقبول من غير أي إضافة سكر، هنضيف معاه موزاية. والموز أنا تقريبا هستخدمه في معظم العصاير النهاردة لأن بيدي طعم حلو جدا وبيحلي أي فاكهة معاه. هنقطع الفاكهة لقطع صغيرة وكمان هنضيف عليها الموزة ونضرب كله مع بعض. لو حسيتوا ان العصير مش بيختلط كويس او انتوا محتاجين شوية اكتر من السوائل، انا هعتمد على البطيخ لان فيه مية كتير، نقدر نضيف شوية من عصير البرتقال. وممكن لو هنديه للولاد نحط شوية من اللبن مع العسل الابيض علشان يتقبلوا طعمه ويرضوا يشربوه. تاني واحد السي باور او العصير البرتقاني. كل ما هو لونه برتقاني هنعمل بيه عصير، طبعا برتقاني يعني عصير برتقان، وكمان هيبقى عندنا جزر، واهم حاجة هتدينا طعم تحفة والياف وحاجة كده فظيعة هي البطاطا الحلوة. عندي كمان شوية من القرع العسلي اليقطين، بس انا مش عندي فريش فمستخدمة الفروزن اللي هو الاكياس المجمدة. الميكس ده حلو جدا للناس اللي عايزة تحافظ على بشرتها، والناس اللي عايزة تقوي نظرها، الناس اللي عندها مشاكل في الهضم، وكمان حلو جدا في الشتاء علشان مليان فيتامين سي والياف ومعادن. ممكن جدا نكتفي بالسكر اللي موجود في البطاطا الحلوة، ممكن نضيف له موزة زي ما انا عملت، بيبقى طعمه حلو جدا، وده بالذات مش بيبقى محتاج لأي سكر خالص. وتالت نوع معانا هو عصير للناس الرايقة. هنعمل التروبيكال، ميكس من الفاكهة الصيفي للناس اللي بتحب تشرب حاجة كده تحس ان هي رطبت على قلبها وتحس ان هي منتعشة ومزاجهم رايق كده وكأنهم قاعدين على البحر. عندنا كميات متساوية من المانجا والأناناس والخوخ وكم ورقة من النعناع وشريحة من الليمون، وهنضيف عليهم عصير برتقال، وبرده هنضيف عليه موزاية علشان يدينا طعم حلو. لو موجود عندكم جوافة ممكن تستبدلوها بدل الموز، هتديكوا طعم تحفة. هنشيل القشرة بتاعت الليمون عشان ناخد اللحم بتاعها بس وما نضطرش ان احنا نصفي العصير، وكده يبقى عملنا عصير منعش وصحي ومغذي في نفس الوقت. النوعين اللي جايين من العصير هنحتاج ان احنا نضيف لهم حليب. انا عادة بستخدم حليب جوز الهند او حليب اللوز، تقدروا تستخدموا حليب عادي او حليب خالي الدسم، او حتى ممكن تستخدموا زبادي، او لو عندكم اي نوع حليب تاني بتفضلوه تقدروا تضيفوه مفيش مشكلة خالص. رابع نوع موجود معانا هو الجرين ماشين او العصير الاخضر. المره دي هندمج شويه من الفاكهه مع شويه من الخضار، واكتر حاجه هتدينا لون اخضر هي السبانخ. ما تستغربوش، العصير ده منتشر جدا هنا في امريكا واول نوع عصير بيخلص من السوبر ماركت، وكلنا عارفين كميه الفوائد الرهيبه اللي موجوده في السبانخ. كمان هنضيف معاها شويه من البروكلي، عندنا شريحه صغيره من الليمون، وعندنا كيوي، كام ورقه من النعناع، وافوكادو، وتفاح اخضر. هنضيف كمان موزاية عشان تدينا طعم حلو، وهنا ممكن نستخدم حليب جوز الهند او حليب اللوز. وعشان الولاد يرضوا يشربوه تقدروا تضيفوا عسل ابيض زي ما اتفقنا، وممكن كمان نعمله بزبادي،
وفي تريك انا بعملها مع الولاد، مش بقول لهم اصلا العصير ده معمول من ايه، انا بس بقول لهم ان انا عامله لكم عصير هيخلي لون بقكم اخضر، بيشربوه وهم مش حاسين، بيحسوا ان طعمه حلو وهم مش عارفين ايه المكونات بتاعته. الموضوع بالنسبه لهم بيبقى فاني اكتر، ان هم عايزين لسانهم يبقى لونه اخضر، وفي نفس الوقت انت تعملي اللي انت عاوزاه بمجهود قليل ومن غير مناهده. طبعا انا مش محتاجه اقول لكم على كميه الفيتامينات والمعادن الموجوده في العصير ده، اعملوا انتوا سيرش عنه وانتوا هتشوفوا قد ايه هو مغذي مفيد جدا. وخامس واحد هو البيربل جوس او الانتي اوكسيدنت شوت، وده بيبقى من التوت والتوت الازرق والفراوله والموز، وكمان هنضيف له شويه من حليب جوز الهند، هيدينا قوام كده كريمي وهيطلع طعمه ولونه تحفه. طبعا كميه الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده الموجوده في العصير ده كبيره جدا، كلنا عارفين فوائد التوت، ده غير كمان حليب جوز الهند بيديله نكهه مميزه وطعم حلو قوي. وكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى ان انتوا تجربوهم كلهم وتشوفوا ايه اكتر واحد حبيتوه اكتر، وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم. اشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده، وشكرا لمشاهدتكم ومع السلامه.